استاذ محمد يوسف رئيس لجان النادي الاهلي، برحب بحضرتك على شاشه قناه النادي الاهلي، وما ينفعش ارحب بيك في بيتك وبين ابناء العائله الاهلاويه. اولا كل سنه وطيب، كل وانت طيب يا فاروق، وكل قناه النادي الاهلي، كل اعضاء النادي الاهلي، كل جماهير النادي الاهلي، ده بيتنا كلنا اللي بيحضرنا دايما وبيلمنا، وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله نبقى موجودين كل سنه باذن الله. محمد، النهارده وجود العديد من المسؤولين، تقدموا وزير الشباب والرياضه الاستاذ اشرف صبحي، المستشار احمد الزند، والجانب الكثير من الصحفيين في داخل بيت النادي الاهلي وبيت العائله الاهلاويه، والجميع هدف واحد والالتفاف مع النادي الاهلي. مفيش شك، زي ما احنا عارفين النادي الاهلي صرح كبير، وكون ان احنا نتواجد هنا في رمضان في ايام مفترجه يا رب زي دي، وربنا يعني يعتقنا من النار فيها يا رب، ان احنا نحتوي كل الكوكبه دي من الاعلاميين وشخصيات بارزه، ده تقدير ليهم وتقدير للنادي الاهلي مفيش شك. فده مكانه النادي الاهلي، ونتمنى دائما وابدا ان شاء الله يا رب انها تكون في هذا المكان. في وسط الازمات دايما النادي الاهلي بيفضل صامد، وفي وسط الصعاب بيحصل فلتره للناس، والفلتره دي بتبين الاهلاوي اللي بيقف في ظهر النادي الاهلي، واللي بيرجع يندم على الايام اللي عدت وفاتت، والاهلي بيبني المجد. باختصار شديد، احنا على المر قبل الحلو. الرياضه احنا اتعلمنا فيها ان فيها تنافس، والتنافس يعني في مكسب وفي خساره، فما ينفعش ان انا اكون في فتره الانكسار، في فتره يكون فيها النتائج مش ماشيه كويس، ان انا اتخلى عن النادي الاهلي. بالعكس، ده هو ده الوقت اللي المفروض ان كلنا نكون واقفين فيه ظهر النادي الاهلي في اي قرارات يصدرها مجلس اداره النادي الاهلي، ايا كان من هو راي مجلس اداره النادي الاهلي، لان في الاخر هو ده الكلام بتاعنا اللي احنا بندافع عنه، وان شاء الله الدنيا هتتحسن وهنتقدم وهنرجع تاني لعهدنا زي ما كنا. النهارده الكثير من المسؤولين وجه العديد من الرسائل، هدفها لازم احتواء الازمه، ولازم ان احنا ما ينفعش ان احنا بالبلدي نيجي على النادي الاهلي، لان النادي الاهلي تحمل كتير من القرارات وتحمل الكتير، والاهلي بيطالب باقل حقوقه. طبعا انا مش منوط بيا ان انا اتكلم في الكوره مثلا على سبيل المثال، لكن مفيش شك ان انا كمتابع كجمهور للنادي الاهلي، احنا قعدنا اكتر من 3 مواسم متصله دفعنا ثمن تلاحم المواسم. السنه دي كنا بنلعب في البطوله العربيه، بنلعب في البطوله الافريقيه، بنلعب في بطوله الدوري العام، وبالتالي انضغطنا في مباريات كتيره جدا، ومش بعيد عننا خالص اللقاء اللي احنا لعبناه قبل ما نسافر بايام في وسط بركه من الوحل، وبالتالي ده ضريبه النادي الاهلي بيدفعها. فبما ان النادي الاهلي بيدفع هذه الضريبه، المفروض ان احنا يكون في مساواه على الاقل. المساواه دي مش لارضاء النادي الاهلي، المساواه لارضاء منظومه. النهارده حضرتك انت مقدم على بطوله افريقيه جايه، وعندك قيد وعندك موسم جديد، ازاي هتقدر ترتب اوراقك بهذا الشكل وفي الاخر تحاسب النادي الاهلي على النتائج بما انه ممثل لجمهوريه مصر العربيه؟ انا اتمنى ان الناس تنظر للامر من الزاويه دي، وان شاء الله يعني نتمنى ان القرارات تطلع في الصالح العام. في السنين فاتت كنت خادم للنادي الاهلي ومحب للنادي الاهلي وعاشق للنادي الاهلي، ولا زلت بتؤدي دورك في خدمة وحب النادي الأهلي، واللجان النهاردة شايفين دور لجنة المرأة، لجنة الشباب، لجنة الرواد، العديد من اللجان، والهدف واحد هو النادي الأهلي. دائما وابدا الهدف بتاعنا هو النادي الاهلي، سواء انت كنت عضو لجنه، سواء انت كنت رئيس لجنه، سواء انت كنت عضو عادي جدا 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 موجود، مش لازم ان الواحد يطلع ويقول انا بعمل وبسوي خالص، احنا طول عمرنا مجرد ان احنا جنود في خدمه النادي الاهلي. اللجان بتحاول ان هي تأدي دورها، وان شاء الله بيتم تنشيطها تاني في الفترة المقبلة عشان نعمل كل ما هو جديد لاعضاء النادي الاهلي. بعض الناس بيفتكر ان انت انك تقدر توقع النادي الاهلي، او ان انت تقدر تيجي على النادي الاهلي، لكن المعادلة الصعبة ان وقت الازمة ابناء النادي الاهلي واعضاء النادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي بتقف خلف النادي الاهلي، ان النادي الاهلي عمره ما يقع. يا فندم النادي الاهلي كيان صلب جدا. كيان ممتد من سنة 1907، فصعب قوي ان اي شوية هوا، مش هقول ريح، ده هوا بيعدي من جنب النادي الاهلي يوقع النادي خالص خالص خالص. لا بالعكس، قد انك انت بس تحتاج انك انت تعدل شويه من المسار، محتاج انك انت تكاتف من كل الناس، وده احنا شايفينه دلوقتي، اعضاء وجماهير، مجلس اداره، كل الناس ملتفه حوالين النادي الاهلي. فكون النادي الاهلي يتهز دي عمليه صعبه قوي يعني، بعيده عن منال.